أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب الأمن السيبراني، والتي تستهدف فيه تطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني من موظفي الجهات الحكومية، وذلك ضمن جهود الهيئة للإسهام في حماية الفضاء السيبراني للمملكة وأمنها الوطني. ينضم معنا عبر الهاتف المستشار في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مازن السبعان. دكتور مازن، أهلا بك معي من خلال شاشة الإخبارية وعبر شاشة أو عبر نشرة النهار. ما هي مبادرة تدريب الأمن السيبراني وأهميتها في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة؟ أهلا بك سالم، وبداية أشكركم على هذه الاستضافة. العفو. اليوم نحن نعيش في عالم متصل ويعتمد بشكل كبير على تقنية المعلومات والاتصالات، والتي سهلت حياتنا ووفرت لنا اتصالات رقمية سريعة وخدمات إلكترونية سهلة. طبعا هذه التقنيات وفوائدها هي نتيجة تقدم كبير في التقنية، بالإضافة إلى بنية تحتية ضخمة فيها أعداد هائلة من الأجهزة والخوادم والشبكات الكبيرة التي تربط هذه الأجهزة مع بعضها البعض. لذلك من المهم جدا العمل على حماية هذه الأنظمة والشبكات والبنية التحتية الرقمية وحماية البيانات المخزنة فيها والخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلالها من أي هجمات أو اختراقات أو جرائم إلكترونية أو غيرها من المخاطر السيبرانية. ولذلك معظم دول العالم أصبحت مهتمة جدا بموضوع الأمن السيبراني، ومملكتنا الغالية وقيادتها الرشيدة كانت سباقة نظرا لما تتمتع به المملكة من مكانة إقليمية وعالمية، تخدم ضيوف الرحمن من شتى بقاع الأرض وعلى مدار العام، وتعد مصدرا رئيسيا للطاقة في الأسواق العالمية، كما أنها وجهة عالمية جذابة لاستثمارات آمنة ولديها رؤية طموحة، والتي تعتمد بشكل كبير على تقنية المعلومات والرقمنة، مما يعني ازدياد المخاطر بالتهديدات السيبرانية. نعم دكتور، متى أطلقت دكتور هذه المبادرة؟ نعم، هي أطلقت على عدة مراحل. بدأنا انطلقت المبادرة مع بداية أعمال الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في نهاية عام 2018، وتم تقديم أكثر من 2200 فرصة تدريبية في المرحلة الأولى والثانية من هذه المبادرة. جيد. والتي شملت تدريب منسوبي أكثر من 190 جهة وطنية. نعم دكتور. نعم. في قطاعات تستهدفها تلك المبادرة؟ نعم، ولله الحمد العديد من القطاعات استفادت من هذه المبادرة من خلال مشاركة منسوبيها في البرامج التدريبية، ومنها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع التعليم وقطاع الإعلام والقطاع الصحي وقطاع النقل والطاقة والبيئة والمياه والزراعة، وأيضا القطاع المالي وغيرها من القطاعات الوطنية. في آلية دكتور مازل للتسجيل في تلك المبادرة؟ يعني يلتحق فيها أحد يتدرب يحصل على حقيقة دعم؟ يعني حدثنا عن هذا الجانب. نعم، بالنسبة لموظفي الجهات الحكومية فقد تمت مخاطبة جميع الجهات الوطنية المشمولة بهذه المبادرة في المرحلة الحالية، وتم تحديد ضابط اتصال أو ممثل لكل جهة من تلك الجهات، ويتم ترشيح موظفي كل جهة من خلال الممثل الخاص بهذه الجهة. الترشيح يتم بناء على مجال التخصص والدور الوظيفي الخاص بالموظف، وبعدها يتم إعداد اختبارات للتقييم وتحديد المستوى المناسب للموظف، وبعدها يتم بناء رحلة تدريبية لكل موظف. حديثي هذا السؤال الأخير لك دكتور، يعني حديثي التخرج وأيضا الطلبة الذين تلقوا التدريب، ما هي أبرز البرامج الخاصة لهذه الفئة؟ جميل جدا. أهم أحد المبادرات التي تم إطلاقها في العام الماضي ولا زالت مستمرة حتى الآن هي مبادرة التدريب للتأهيل التوظيف الأمن السيبراني، والتي أطلق عليها اسم سايبر برو بلس، وهي بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، وتنفذه الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني في الهيئة بالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات، وتهدف إلى تأهيل 500 من خريجي الجامعات بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني من خلال برنامج تدريبي مكثف يمتد لستة أشهر، يحتوي على عدة مستويات
يتدرج فيها متدرب من مستوى التأسيس إلى مستوى متقدم، ويشتمل على دورات تدريبية متخصصة وتمارين سبرانية وتدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى اختبارات للشهادات الاحترافية. نعم، المستشار في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مازن السبعة، شاكر ومقدر لك دكتور.